السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم طاجين غير بالشيفلور فقط. غادي نبداو بالمقادير وبالطريقه. اول حاجه غادي نبدا بها غادي نسلق الشيفلور. انا هنا غادي نستعمل الراس ديال الشيفلور، غادي نضيف عليه ورق سيدنا موسى، غادي نضيف كذلك 3 حتى 4 ديال الحبات ديال القرنفل، غادي نضيف كذلك شويه ديال الملحه، غادي نضيف شويه ديال الخرقوم، وغادي نضيف بعض القطع ديال الحامض. غادي نخلي الشيفلور يتسلق ما بين 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، وغادي نزولو ونصفيه. وفي الطاجين فاش غادي نطيب الشيفلور غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، وكذلك شويه ديال زيت المائده. غادي نضيف بصله وحده مشلضه بهذا الشكل هذا. انا هنا استعملت بصله متوسطه الحجم. غادي نضيف عليها الثومه، انا هنا استعملت ضرس واحد ديال الثومه، وغادي نخلي الكل يتشحر مزيان. من بعد ما تشحرات البصله مزيان غادي نضيف عليها مطيشه. انا هنا استعملت حبه وحده ديال المطيشه، قطعتها على شكل مكعبات صغيره، ممكن تحكوها الا بغيتو تستعملوا مطيشه محكوكه. غادي نضيف التوابل اللي هي البزار، التحميره، الخرقوم وشويه ديال الملحه. بالنسبه للتوابل تتبقى على حسب الرغبه. غادي نضيف معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك، مركز الطماطم، وغادي نضيف شويه ديال المعدنوس. غادي نخلي هاد العناصر تقلى مزيان، ومن بعد غادي نضيف القطع ديال الشيفلور. من بعد ما غنضيف القطع ديال الشيفلور كلها غادي نضيف فلفله. انا هنايا غادي نستعمل فلفله وحده، اللون ديالها اورنج برتقالي، ممكن تستعملوا اي فلفله بغيتو او اي لون بغيتو. انا هنا راه شويتها في الفران وزولت لها القشره ديالها وطفتها. غادي نضيف كذلك شويه ديال الزيتون، غادي نضيف كذلك فلفله حاره، واحد المزبده ديال الفلفله، غادي نضيف كذلك واحد الخطيط ديال زيت الزيتون، وبالنسبه للاضافه ترى تتبقى على حسب الرغبه كل واحد. وغادي نضيف رشيشه ديال البزار ورشيشه ديال الملحه. غادي نخلي الطاجين يطيب على نار مهيله، ما تنضيفلوش الماء، غير مره تنطلع عليه. الا لقيتو نشف بزاف من الماء ومازال ما وجدش تنضيف له واحد شويه ديال الماء، تياخد تقريبا ما بين ساعه حتى لساعه ونص، والنار تتكون مهيله بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين اليوم بالشيفلور فقط. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم. شكرا للمشاهده والى اللقاء.